السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيد المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجمع الكريم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. فأي كلام قد يقال بعد الذي قيل؟ واسمحوا لي في البداية أن أتحدث بصيغة الجمع نيابة عن فريقي المميز والذي شرفت بإدارته، وهن دكتورة نهى عرندس مدرس التربية الخاصة بجامعة العريش، والدكتورة نور الخميسي أيضا مدرس مساعد بقسم التربية الخاصة بجامعة العريش، والباحثة المجتهدة باحثة الدكتوراه رحاب عبد الحميد، وكذلك الباحثة المجتهدة ريم حسن الشاعر. ومن ثم فإننا نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لأصحاب المقام دكتور سيد السويدي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أريد، ولا أساتذتنا الكرام ضيوف الحفل الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي، والأستاذ الدكتور خالد عمران، والأستاذ الدكتور خالد السعودي. وشكرنا الخاص إلى مدير الاحتفالية ورئيس فريق العمل جابر الخواطر، خفيف الظل، الهين اللين، الذي وهب نفسه للعلم ولخدمة الناس، والذي علمني كيف لا أرد سائلا قد طرق بابي في مسألة علمية أو تحكيم. أستاذ الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار، ابن صعيد مصر وفخرها والقدوة الحسنة، حفظه الله، والذي أشكره على السماح لنا بالمشاركة في هذا العمل الضخم، والذي أسأل الله أن يتقبله منا، وخاصة أن جميع من شارك فيه كان شعارهم زكاة العلم تعليم. وحتى لا أطيل عليكم، فقد أسند إلي برئاسة فريق عمل مكون مما سبق ذكرهم، وأسند إلينا 9 أحرف بدءا من حرف التاء وصولا إلى حرف الزاي، وقد اعتمدنا في ذلك على ما يقارب من 80 معجما وموسوعة وموسوعة مصطلحات في مجالات مختلفة. وحتى لا أطيل، اسمحوا لي في الختام أن أتقدم بكل عبارات الشكر والتقدير أيضا لكل من شارك في إعداد هذا المعجم، وكلنا فخر وأمل في المشاركة في أعمال أخرى تتبناها منصة أريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.